السلام عليكم مشاهدينا ديالنا، نتمنى الله تكونوا بخير على خير وتكونوا في فيديوهات في احسن ظروف. المهم كما شفتوا الشباب ريتا انا هذا ما يجي قدامي يلا سيدي تحية المغامرة ديالنا الحوت ديالنا اللي كيشاهدونا، شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم والثقة ديالكم كما قلنا لكم. إن شاء الله نجمعوا الإخوان والوالدة في طوان بالخير كريمة وسلامة باقي الناس اللي ما كيدوهمش غدا إن شاء الله غادي يجيو. المهم كما قلنا لكم غادي نعملوا صدقة للأخ ديالي وللأب ديالي، الله يجعلها صدقة مقبولة وإن شاء الله غادي نذبحوا هذه الحوتية وخليكم معنا ووصلنا على النساء جبنا لهم الدجاج باش هما يشتغلوا في الاتجاه هذا وحنا نستغلوا في الاتجاه هذا. خليكم معنا ما تزابيو شي الحسين هو خليكم مع الحسين هو الناس اللي كيعرفوا الحسين كيقولوا له حقا شكون هذاك هذا الاخ ديالي هذه باش تلقيتو في تطوان ولا في الرباط وهذا ما جلس هذه مرض خاي هذه مرض خاي هذا الخاوه هذه الوالده هذا عبد الرحمن هذا الاخ عبد الرحمن وزيد وزيد تحياتي زيد هو عنده وليدات وما جا بشي عنده من القرايه والمراه ديالو ما جاتش عنده من القرايه والمسؤوليه ماشي مشكل جا الاخ ديالي وبعيدين تبارك الله عادي هو هذا الشيء اللي كاين ان شاء الله أه. المهم الحسين يسال الحوايج اللي جا بها غيدبحوا ان شاء الله باش ما يتوسخوا له شي حنا تهلينا عليك الحسين راه بالنسبه للذبيحه انتم عارفين ما كانوا مريش الدم كتعرفوا اليوم ما كاين فيه شي نسبقوا بعد الذبيحه ديالنا ونرجعوا لها الجهه حيدوهم دابا غنجيب الليمون غنعدلوه للدجاج جيب الكرسي العزيزه خا اسير جاج اش فانسيب هذا السلام هاي سنه خاطر نعرف عندنا قلت لهم هذا الكوم وفضيو الف حسين اسيره كيف انت دابا سالي ايه هاي نزلوا فين نزل الكرسي فين نزلوا صيفات ما يجيبوا لنا ابني جبت الملاح انا راضي يعني هاي هاي لمني الجلاب جا تقابلني واعره الجلاب والله لا واعره ما عارفين تاك حمله تبعت غالي رقيل الليمون اقول الليمون صوب على الفيان والله غدا نجي عجن اخرى شو جاها من البرد الدجاج ديالنا هما واش كتشوفوا المهم قرابينا تسمن
نشوطوا ديك الراس ياه. ها شوطوا على الفرن. ايوا الفرن احسن. الاضاءه ديال ناقصه شويه. كاينه البلاها فاين؟ راه من صافي تاخ الصوره ونصيفط لها. خصك تصيفط لها داك اللي صورتنا كاملين. ها نصيفطهم لك. هما يبقاو متورخين في اليوتيوب. فيما يكون خصك من النوم تدخل ليلم. هاد الصوره لا عرفتي؟ لا. انا هاد الصوره لا عرفتي. شوف هاد لاباس ويما وديك الحسن زعما في الباب هكا عيط عليه. الو الو شقر ماضي. ها صليت؟ شنو صليت؟ انا صليت انا بقى لي هذه. ها شنو بقى لي؟ المغرب وجبتي. كان شي صلي المغرب المغرب بنات. اه انا ما عرفتش بس ما عرفتش. ايوا انت اللي بقى لي شي مزيان تبقى عليك المغرب. المغرب ضروري هي الاوليه لا شي عندها الوقت. شي شي توضع صلي انت. شنو هي؟ هام هام ماشي نطيبو ان شاء الله. طيبو هنايا. ما كاينش الشرقي بزاف من فوق البوطات. يعطيك الصحة وصافي. يعطيك الصحة وخلاص. صافي يلاه. يعطيكم الصحة الله يعين بيبكم. المهم الكبيده جبرناها طيبناها. الضوء بينا هذا مصفى في يدي. ها يدي كبيره. لا انت هذا بيضاء. انت جبت كرواسا يا؟ ها انت جبت اتوريا شفت هذه مدينه قفصه يا ودابا المتابعين عن هذا الفلان من بعد ما قمنا جبرتني عندي بلا 6 طرود الحليب واحد فلان رويال فلان دي تشينوس شحال من جبنا عبدو؟ تنها مع 10 10 خسران فلان 10 6 طرو داش كيجي قاصح ومزيون ومشبر في راسو احسن فلان هو هذا كيعجبني انا نستعملو بزاف ديال التشينوس هو دابا جبرتوني بديك من خويا خويا الجوج خويات 10 كاملين هنايا كركاع واللوزه هو قوستو شويه في المقيله عن طحنو ايوا صافي هذا هو فلان ديالي شوفوا هذا الرويال حطحين حطي شي واعر لازم قيت هذاك الرويال واو تعود مندا زي وين اي حاجه كيكون عند المفعول ديال هذا فيه السكر فيه كل شيء هاو دابا عملت ديك فلان رويال على هاد 6 معالق ديال السكر صافي كي داير 6 يطرو على هاد 6 كو يطرو من معلقه معلقه سمعتي معلقه انا كنقول المعلق حقي واحد قالت لي مردارين حنا كنقولوا مندالين لا هي مندارين
حنا كنقولوا ماندالين الناس الشمال عصير مانداري ما يقولوا حنا كنقولوا ماندالين الشمال كيقولوا ماندالين لاتين ماندالين بالاسبانيولي مصطلح اسبانيولي انا بديتو دابا الناس كاين بعض الناس قدر نقول بلا كوزي في الزعفران قلنا واو هذا واو هذا فلان هايك جمالية يا حبيبي يا حبيبي يا جمالية عندي مشرح للناس نشرح لهم ما فيها باس الا شرح لهم ربما يكون الناس ما عدلوش شيء ولا كذا نبي دانا كنستافدوا من الناس شحال ديال النوبات كنستافدوا من الناس ولا تعرف شي معلومه قولها للناس وصلنا دابا نعدلو في الليل وغدا نخدم به كيجي مزيون حسن نهارو كاين بعض الناس يقراو في الصباح في العشيه كيستعملو ولكن اللي بات حسن صافي بسم الله قيدك دابا ندور نطحن هذا القرقع واللوز